أهلا بكم. رئيس جمهورية العراق هو أعلى منصب إداري في الهيكل الحكومي للدولة العراقية، وذلك وفق الدستور الذي ينص في مادته 67 على أن رئيس الدولة يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور ويحافظ على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لأحكام الدستور. يعد منصبا تشريفيا في المقام الأول، إذ أن الدستور العراقي منح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات واسعة في مختلف المجالات. ينتخب الرئيس العراقي من قبل مجلس النواب، إذ يجب أن يصوت له 220 نائبا وهو أغلبية ثلثي أعضاء المجلس. مدة الولاية الرئاسية 4 أعوام، ويمكن إعادة انتخابه مرة ثانية فقط. وبحسب المادة 71 من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستوري أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور، وتنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب، ويستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ أول انعقاد جلسة البرلمان. وفي حال خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية. وفي المادة 73 من الدستور، والتي توضح سلطات رئيس الدولة، فإن صلاحياته هي: أولا، إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري، علما بأنه لا يجوز للرئيس أو لأي جهة كانت إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من محاكم الجنايات التابعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا، إذ تكون العقوبة واجبة التنفيذ خلال 30 يوما من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار درجة البت. ثانيا، المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي 15 يوما من تاريخ تسلمها، حيث يكون ممثل الدولة للشؤون الخارجية والتصديق على المعاهدات. ثالثا، يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي 15 يوما من تاريخ تسلمها والموافقة على التشريعات العامة. رابعا، دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور. خامسا، منح الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون. سادسا، قبول السفراء. سابعا، إصدار المراسيم الجمهورية. ثامنا، المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة. تاسعا، يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية. عاشرا، ممارسة أي صلاحيات رئاسية أخرى واردة في الدستور. وفي المادة 76 من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، ثم يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف. يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الحكومة خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة. أيضا، يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال 15 يوما في حال عدم نيل الوزارة الثقة. إذن كان هذا شرح مفصل لصلاحيات رئيس الجمهورية والمهام التي يقوم بها والواجبات المترتبة عليه في حال تسلمه المنصب والجلوس على كرسي الرئاسة في قصر السلام. إلى اللقاء.